من إسطنبول إلى أنقرة. فهم أبو عبد الله، أهلا وسهلا. بين الجولة الأولى والثانية، ما اللافت في نتائج العاصمة أنقرة؟ تفضل فهم. نعم أسامة، تقريبا هنا العاصمة أنقرة الأتراك تقريبا إلى نسبة كبيرة طووا صفحة الانتخابات الرئاسية بجولتيها الأولى والثانية بخطاب النصر الذي ألقاه يوم أمس الرئيس رجب طيب أردوغان من القصر الرئاسي أمام الآلاف أو مئات الآلاف من أنصاره الذين تجمعون في باحة القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة. اليوم قلت الأتراك تقريبا طووا صفحة الانتخابات الرئاسية غير المسبوقة، إلا أنهم بالمقابل لم يطووا صفحة الوضع أو الملفات الاقتصادية والوضع الاجتماعي. حتى أنصار أردوغان الذين انتخبوا لصالح مترشحهم ما زالوا متمسكين بما يسموه التغيير هنا يقصدون في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتخلص من ظاهرة التضخم التي باتت الهاجس الأكبر سواء للناخبين والمواطنين الأتراك أو المترشحين الاثنين أو حتى للرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعلان النتائج وفوزه في الانتخابات. بالجهة المقابلة لا بأس أن نشير فقط إلى بعض أنصار المترشح كمال كليشدار أوغلو الذين التقينا ببعضهم صبيحة اليوم، قالوا بأنهم كانوا إلى حد كبير يتوقعون هذه الهزيمة وحملوا المسؤولية للمترشح نفسه كمال كليشدار أوغلو بالنظر إلى أدائه في النفس الأخير أو اللحظات الأخيرة من الحملة الانتخابية. عموما هذه هي الأجواء هنا في أنقرة. صحيح. الأتراك طووا كما قلت صفحة الانتخابات الرئاسية وكذلك، إلا أنهم ما زالوا متمسكين بالتغيير. قلت حتى أنصار رجب طيب أردوغان الذين أدلوا بأصوات في هذه الانتخابات في نعم. قالوا بعضهم قال نعم في انتظار نعم. تفاعلات أخرى وردود فعل أخرى خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة سنحاول أن نرصدها.